اهلا بيكم مره تانيه. هيئه الارصاد بتتوقع ان النهارده في ارتفاع في درجات الحراره. الطقس هيكون حار نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه الشرقيه وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للحراره على السواحل الشماليه الغربيه. بالليل الجو هيكون بارد على اغلب الانحاء. في شبوره مائيه الصبح هتكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع وجود نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء بالجمهورية. كمان في فرص أمطار خفيفة غرباً على بعض الفترات المتقطعة. هنتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. هنكون معاكم. القاهرة العظمى هتكون فيها 32 والصغرى 17، وفي العاصمة الإدارية العظمى 32 والصغرى 16، في الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 16، وفي العلمين الجديدة العظمى 30 والصغرى هتكون 15. أما في مطروح فالعظمى 27 والصغرى 13، وفي دمياط العظمى 30 والصغرى 16. في بورسعيد درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 15، وفي الإسماعيلية درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى هتكون 13. نروح للسويس، العظمى 30 والصغرى 14، أما في العريش فالعظمى 32 والصغرى 18. في كاترين العظمى 22 والصغرى 6، أما في طابة العظمى 31 والصغرى 16. حلايب العظمى 27 والصغرى 15، وفي شلاتين العظمى 29 والصغرى 17، وفي شرم الشيخ العظمى 31 والصغرى 18، أما في الغردقة فالعظمى 32 والصغرى 15. نروح للفيوم، العظمى 32 والصغرى 15، وفي بني سويف العظمى 33 والصغرى 14، في الوادي الجديد درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 12، أما في أسيوط فدرجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 14، في سوهاج درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 15، وفي إناء العظمى 35 والصغرى 13، في الأقصر درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 13، وفي أسوان العظمى 35 والصغرى 16. ودلوقتي معانا دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، اللي هتقول لنا تفاصيل الطقس النهاردة. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك. النهاردة في ارتفاع في درجات الحرارة زي ما شفنا كمان امبارح، هل هيكون عندنا أجواء صيفية في الفترة اللي جاية ولا لسه شوية الجو هيرجع يبرد تاني؟ هو طبعا الجو لسه هيرجع يبرد تاني، خاصة فترات الليل. فترات النهار درجات الحرارة ممكن ترجع تاني لل 22 وال 23 درجة مئوية، لكن مش هيبرد بالشكل الكبير فترات النهار، لكن فترات الليل أكيد هيكون بارد إلى شديد البرودة خلال الأيام القادمة، خاصة من منتصف الأسبوع القادم. احنا بنتكلم اليوم ان النهاردة هيكون ذروة ارتفاع درجات الحرارة، لأن العظمى طبعا على القاهرة الكبرى متوقع تكون 32 درجة مئوية فترة النهار، ويمكن كمان تعرضنا لأشعة الشمس خلال فترة النهار يخلينا نحس أكثر بارتفاع درجات الحرارة. محافظات جنوب الصعيد توصل ل 35 درجة مئوية، وده بسبب إن مصادر الكتل الهوائية معظمها قادمة من المناطق الصحراوية الصحراء الغربية، كمان وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا بيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس وإحساسنا بارتفاع درجات الحرارة والأجواء الحارة خلال فترة النهار على أغلب محافظات الجمهورية. لكن فترات الليل أول ما أشعة الشمس هتغيب هيبدأ يحصل انخفاض في درجات الحرارة، يكون ملحوظ أكثر فترة الليل المتأخر فترة الصباح الباكر، وهنلاحظ فرق كبير بين فترة النهار وفترة الليل بيتجاوز ال 15 درجة مئوية. فالأجواء فترة الليل هتكون أجواء باردة على أغلب مناطق الجمهورية، بالإضافة كمان أن اليوم خلال فترة الصباح الباكر في شبورة مائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. الشبورة المائية دي بتؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية، لكن إن شاء الله كلها تعب كتير وتبدأ الشبورة المائية مع سطوع أشعة الشمس في التلاشي. لكن فترة النهار كمان هيكون في نشاط للرياح سرعاته ما بين 30 إلى 40 كيلو متر على الساعة، ونشاط الرياح ده قادم من الصحراء الغربية، فبالتالي هيكون في إثارة للرمال والأتربة خلال فترة النهار وهتؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية. إن شاء الله متوقع من غدا الجمعة يكون في انكسار لحدة ارتفاع درجات الحرارة، يحصل انخفاض طفيف في درجات الحرارة فترة النهار، نبدأ نسجل درجات حرارة 26 و27 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، مش هيكون في أي أتربة ورمال مثارة.
الفترة اللي جاية دي كلها هتكون فترة تقلبات جوية، يوم هيكون في ارتفاع ويوم هيكون في انخفاض، في اليوم الواحد هيكون في ارتفاع وانخفاض بين فترات النهار وفترات الليل، فمهم جدا ناخد بالنا، بلاش تخفيف الملابس بشكل كبير خاصة فترات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر، وبلاش الانخداع بارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة كمان القيادة تكون بهدوء تام على أغلب الطرق أثناء أي ظاهرة جوية تؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية، إذا كان فترة الصباح الباكر شبورة مائية أو حتى كمان أتربة عالقة أو رمال مصارخ لفترة النهار. كمان طبعا مرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية، لو احنا هنخرج النهاردة يفضل ارتداء الكمامات، ولازم نتابع النشرة الجوية لأن الفترة دي فترة تقلبات جوية حادة وسريعة وفترة انتقالية بين فصل الشتاء وفصل الربيع. صحيح، مهم جدا ان حضرتك نوهتي على اهميه ارتداء الكمامات، لانه زي ما حضرتك قلتي في رياح مثيره للرمال والاتربه جايه من الصحراء الغربيه، وبالتالي الناس اللي عندها حساسيه فممكن تتاثر بهذه الاجواء، فمهم جدا. شكرا ان حضرتك نوهتي لدوت. وبالنسبه للشبوره يا دكتور منار، حضرتك قلتي ان في شبوره النهارده برضو على بعض المناطق هتبدا تختفي مع سطوع اشعه الشمس، المناطق اللي هيكون فيها شبوره هي طبعا اغلب الطرق المؤديه من والى القاهره الكبرى، خاصه الطرق الزراعيه والسريعه، الطرق المؤديه من والى محافظات مدن القناه والسواحل الشماليه، حتى كمان محافظات شمال الصعيد. هي الشبوره بتظهر في المناطق الشماليه الاقرب الى المسطحات المائيه والبحر المتوسط، المناطق دي كلها المعرضه لتكون شبوره. يمكن كمان هي الشبوره هتكمل معانا خلال الايام القادمه، على مدار الايام القادمه كلها، ومع تكون الشبوره المائيه بيكون في ساعات الليل المتاخر تقريبا الساعه 3 4 الفجر، تستمر معانا حتى الساعه 7 او 8 صباحا، يعني اول ما اشعه الشمس بتبدا تظهر بتبدا الشبوره المائيه تدريجي في التلاشي على حسب كثافه الشبوره المائيه، لكن نخلي بالنا خلال الايام القادمه لان الايام القادمه هيكون فرق بين فتره النهار وفتره الليل كبير، فترات الليل هيحصل انخفاض ملحوظ في درجات الحراره، وده هيساعد بشكل كبير على تكون شبوره مائيه تاثر بشكل كبير على الرؤيه الافقيه. تمام، طيب المناطق اللي هيكون فيها فرص سقوط امطار يا دكتور منار؟ هو اليوم طبعا هيكون في فرص لسقوط الامطار على اقصى غرب البلاد، تحديدا في منطقه السلوم مطروح، فرص امطار خفيفه جدا غير مؤثره تماما على اعمال الانشطه اليوميه، حتى نسبه الحدوث لا تتجاوز 30 او 20%، وخلال الايام القادمه فرص الامطار ايضا ضعيفه، ممكن تنحصر فقط في السواحل الغربيه واقصى السواحل الغربيه. يعني زي ما قلنا الايام اللي جايه وارد يحصل فيها تقلبات جويه يعني الى انتهاء فصل الشتاء، يعني اللي هينتهي ان شاء الله 20 مارس ويبدا فصل الربيع 21 مارس، الفتره دي هتكون فيها تقلبات جويه حاده وسريعه، وارد يحصل حالات من عدم الاستقرار في الاحوال الجويه. ده بدايه رمضان يا دكتور منار، يعني ده الميعاد اللي حضرتك قلتي عليه ده بدايه شهر رمضان، فمع بدايه شهر رمضان هتستمر التقلبات الجويه برضو؟ أو طبعا وارد جدا، لان احنا بنقول بدايه فصل الربيع البدايه دي بتبقى فيها تقلبات جويه، لان دايما بدايات الفصول بتاخد من نهايات الفصول، يعني النص الاول من فصل الربيع اللي هو طبعا هيبتدي 21 مارس يبدا ياخد بعض سمات فصل الشتاء اللي بيبقى لسه فيه درجات الحراره معتدله وفي تقلبات جويه. ويمكن كمان خلينا نتكلم على ان الفتره اللي جايه كمان بتنشط بشكل كبير حالات اللي بيبقى فيها اتربه ورمال مصاره، لان احنا داخلين طبعا على فصل الربيع، فدايما ناخد بالنا برضو لو في اتربه ورمال مصاره، يعني تحديدا الفترات اللي بيبقى فيها اتربه ورمال مصاره لازم ناخد بالنا ونتابع النشره الجويه عشان مرضى الحساسيه الصدريه والجيوب الانفيه. تمام، بنشكر حضرتك جدا يا دكتور منار، دكتوره منار عضو منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه، شكرا لحضرتك. ودلوقتي عوده لزمايلي في الاستوديو منى وشاذلي واستكمال فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا هلا.